أنا اسمي عمر، أنا من العراق. أنا وصلت لبلجيكا في 2015 شهر 7 عندما كان عمري 15 سنة. أول يوم وصلت على السنتر دخلنا الاستعلامات. لما كنا ندخل الاستعلامات كان مثل العادة الاستعلامات دائما مزدحمة، أكو كثير من الناس، بس بسبب خوفي من المجهول أول ما دخلنا ما قدرت أباوع حتى بوجوه الناس بعيونهم. سلام ما قلت لهم، دخلت بس خايف متمني ما حد يشوفني، بس أدخل ما أريد أحد يحكي وياي. الشخص الوحيد اللي حكيت وياه كان المسؤول مالتي. في اليوم الثاني عند الغداء بالمطعم كان أول تعرف لي على الناس الموجودة، كانوا مراهقين مثلي، عجبني أتعرف عليهم أكتشفهم حتى لو كانوا من غير دولة أو من غير لغة، عجبني أتعرف على شيء جديد. بسبب هذا التعارف بنفس اليوم أنا سويت أول فعالية لي، أول سفرة طلعتها بعد كم ساعة من التعارف. بسبب أول تعارف أول سفرة لي اكتشفت أنه تونست، هذا الشيء ريحني، قلل عني الهموم والتوتر. بقيت أحكي بيها في كم يوم أضحك، صار عندي أصدقاء بسبب سفرة، بسبب فعالية واحدة. سفرة بعد سفرة، فعالية بعد فعالية، اكتشفت إنه أنا فرحان بهذا الشيء. السفرات شغلت وقتي، كل ما ينشغل وقتي أنا كنت أنسى الهموم. يعني واحد ما يحتاج يتذكر اللي مضى، هو حاليا بالحاضر، يفكر بالحاضر، يفكر بالمستقبل. ما راح ينفع شيء إذا يبقى يحكي بالماضي. بس عائلتي ما قدرت تتخلص من التفكير بالماضي. أنا حاولت إنه أفهمهم إنه المستقبل جاي، ماكو فايدة التفكير بالماضي. وفعلاً قدرت أنجح، قدرت أساعد أختي، قدرت تتخلص من تفكيرها بالماضي وتتأقلم على المكان اللي هي موجودة به. فكر بالمستقبل، لأن تفكير الماضي ما راح ينفعها. وفعلاً نجحت بهذا الشيء. مع العلم هي كانت تقول إنه هي ما تقدر وتفكر بالماضي دائماً، بس نجحت بهذا الشيء. يعني إحنا كلنا قادرين، كلنا نقدر ننجح. إذا أنا نجحت أختي نجحت، أنتم هم تقولون نجحون.